بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الماجستير، أهلا وسهلا فيكم في هذا اللقاء الأخير. إن شاء الله نجمع في لقائين، نتكلم في جزئية المحليات والتوابل والمشروبات العصائر تحديدا، ونختم في التوكسينز إن نيتشر، وهل المواد الطبيعية سامة أم لا. نبدأ بسم الله في المحليات. طبعا السويتنرز سواء كانت ناتشرال أم ارتفيشيال فهي غير مرغوب بها، قولا واحدا من الآخر. تعال نشوف ليش. لو بدنا نرجع دائما انظروا للتاريخ، بدكم تعرفوا قيمة الشيء ارجعوا لتاريخه، ما تاخذوا الدعاية ولا تاخذوا الانبهار الاول. يعني مش دائما الفيرست امبريشن از ذا لاست امبريشن، لا، خذوا الهيستوري امبريشن هو ذا لاست امبريشن، بالذات في امورنا الحياتية. السويتنرز بدأت تظهر تقريبا ستينات، ما بين في عقد الستينات، وظهرت في بدايتها في بعض الأشياء الطبيعية زي الفركتوز، ومن ثم ظهر عندنا السكرين، ومن ثم ظهر عندنا الأسبرتام، وما بينهما ظهر عدة أمور محليات اصطناعية كثيرة. تمام، ايا كان الاسم سواء طبيعي ام اصطناعي، ماذا لاحظنا؟ ماذا قال التاريخ؟ في اولها، اول سنة سنتين، واو، انه هذا يعني ما فيش بعد هيك. لكن بعد مرور من 7 إلى 10 سنوات تبدأ المشاكل، وصاروا يطلقوا بعد هيك لما تكررت هذه المشاكل عبر عقود من الزمن. في أواخر الثمانينات، يعني احنا بنحكي على تقريبا 4 عقود بعد 40 سنة، وصلوا لقرار انه هذول اسمهم The Silent Killers، القاتل الصامت. طب ليش؟ لأنه في عندي side effects ما بتظهر اليوم ولا بكرة ولا بعده، وبيأثروا كمان على مين؟ على اللي من أجله تاخدت. يعني أدي مثال، مرضى السكر، وأنا أحكي لكم كمان عن تجربة شخصية. أول ما طلع الفركتوز في غزة كان يباع بالكيلو، يمكن لليوم للأسف كان يباع الكيلو ب20 شيكل. بعد أيام نزل زلوا يعني دعايات شديدة جدا، وكان في دائما الشركات مناسبة لما تطلع الصنف زي كده بتطلع كمان معه بيبرز تنشرها انتشار يعني رهيب، بحيث انك لما تكتب فركتوز على المحرك البحث يطلع لك هذه البيبرز اللي هم عاملينها، أصحابها بكونوا أشباح من الآخر. فأنت بتقرأ واو هذا بيبر يعني بهذا الشكل، وبتقرأ عن فوائد، وبتقرأ بروح وبيعمل ريدكشن وبلد شوغر ليفل، طب هو المطلوب، وبصير توصفيه لإيش؟ للمرضى. انتبهوا هنا لنقطتين، المريض بس يعرف إنه هذا بديل عن الوايت شوغر بصير يستخدمه أساسا بزيادة، والمحليات كلها بالرغم إنه تصنيفها أحلى بكون من السكر بدرجات المرات، إلا إنه دائما نستشعر إنه ليس حلو المذاق، في لسعة مرارة كده، وبالتالي بحاول يحط إيش؟ المزيد.
نرجع لتجربتي الشخصية مع مرضى السكر، وهذا كلام في التسعينات وفي الـ2000 تحديدا، يعني المفاجأة بكون راجل ملتزم وتمام ونظام وإلى آخره، وهل العقار المتوفر آنذاك، لكن فجأة انتكس. طب ليش انتكس؟ طب كله تمام، طب انت التزمت ما التزمتش، تاخد تاخدش. تبين فيما بعد انه يعني الدخيل الوحيد اللي دخل على النظام هو الفركتوز. طب وقف الفركتوز، وقفنا الفركتوز، رجعت الارقام انعدلت معقول. طب رجع الفركتوز، رجعت اتخربطت تاني. تعاملنا مع هذا الكلام مع عدة ايش، مع عدة مرضى، هي تجربة شخصية. لقينا فعليا انه هذا هو المسبب الحقيقي وراء ايش، اضطراب الارقام. تبين فيما بعد انه القصة مش بس كمان على قيمة البلاد شوغر ليفل، لا، المشكلة اصعب من هيك كمان، هو بيرفع التريجليسرايد. الآن تتبع هذا الموضوع بدقة تبين انه كل السويت نارس هذولا مشكلتهم الحقيقية انه بيرفع عميل تريجليسرايد ليفل، وهذا اصعب شيء انه يرتفع، واخطر شيء انه يرتفع، اخطر من ارتفاع الكوليسترول، اخطر من ارتفاع الضغط، اخطر من ارتفاع البلاد شوغر ليفل. بالعكس، ارتفاعه يؤدي لارتفاع بلاد شوغر ليفل والبلاد بريشر وكل القضايا هاي، بس عندي امبالانس كبير جدا، وبعمل مشاكل في الليفر انزيم، وبعمل مشاكل في الليفر نفسه وفاتي ليفر، صح ولا لا؟ بتعرفوا هذا الكلام، هذا شوفوا مركب واحد. اذا انه كل فترة من الزمن، كل 10-15 سنة يطلعوا لي منتج انه هذا يعني بديل عن السكر، ماشي، ضحكت علي مرة مرتين ثلاثة، معي مش ضروري تضحك علي كل 10 سنين، صح؟ اليوم مثلا احنا الان في صرعة اسمها الاستيبيا، ومالية الاسواق ومالية سوبر ماركت. طبعا السذاجة وين بتقول يعني معقول دار؟ طب هو لو دار مثلا ليش نزلوه؟ ليش سمحوا فيه؟ في ناس هيك بتحكي، بحبهم كثير الناس هذول، تمام؟ طب ايش بنجاوبهم هذول الحلوين؟ ها؟ بنقول له طيب بدل هذا كل اشي موجود هو مفيد، وكل اشي موجود مسموح فيه انه موجود لا يضر، معناته اصبح التدخين مفيد، ما هو مليان برضه، صح ولا لا؟ في زاوية ما فيهاش بياع سجائر، طب ليش بدخلوه؟ إذا مفيد، يلا من هلا سكروا الفيديو على طول، كل واحدة تجيب باكيت دخان، شيبسي 100%، إذا باكيت دخان مع إيش؟ باكيت شيبسي. ما بصير تقاس الأمور هيك، واضح؟ فعد مشكلتنا مع الاستيفيا مش انه نشر الخلص، كان احلى منه الفركتوز، سكر فاكهة، في احسن من الفاكهة؟ نزلت في القرآن وفاكهة مما يتخيرون، ضل بعد هيك يا عمي؟ هذا لا، هذا بيرفع مين؟ حكينا مرارا وشفنا ميكانيزمات كثيرة من مشكلة اسمها ترايجليسرايد. الاستيفيا نفس القصة، هلا استيفيول جلايكوسايد مش جلايكوسايد، بده الوجه النافع، بده الوجه المضيء، كل شيء له وجه مضيء، حتى السكينة لها وجهين، إلها استخدامين، يا بقشر فيها تفاحة وبقطع فيها اللحمة، يا بقتل فيها بني آدم، إيش رأيكم؟ طيب أنا أعملكم هنا
بالمعادلات انه فعليا هو ايش قصة هذا الستيفيا على وجه التحديد الستيفوسايتس، وكيف التكسر تبعها بتتم لجلوكوز والستيفيول، وكل واحد وين بروح وين بيجي، وفي النهاية كيف بتتم العملية. اذا الخلاصة دائما انه سويتنرز ما بدنا، تمام. الان في عشان برضو نكون ايش يعني خلينا نحكيها بلغة التداول او التعامل مع هذه الاصناف، الفكرة الرئيسية ليش وجدت السويتنرز هي ليس بديل بالمفهوم البديل، هي حلقة وصل. ما معنى حلقة وصل؟ انا اليوم بكون بستخدم مثلا الوايت شوغر او التيبل شوغر بكميات كبيرة، بعد الان بدي انتقل، خلاص عرفت مداره فبدي انتقل لصفر. هلا لا استطيع ان انتقل من ملعقتين ثلاثة الى صفر، بعد وجدت هذه المركبات حتى تكون ايش حلقة وصل ما بين الكمية السابقة والكمية المفروض انها تكون هي ايش هي صفر. هذه كل القصة. لكن مثلا بدي اشرب شاي، بدي احلي، طب كيف؟ او بدي بلاش شاي، الشاي انا دايما بقول استطعمه بطعم الشاي، يعني عشان نستطعم بطعم الشاي شربوه بدون سكر، نستطعم بطعم اي مشروب من مشروبات الاعشاب بابونج ينسون الى اخره المفروض يكون بدون سكر، حتى لو كان السكر جدلا مفيد، عشان استطعم بالايش بطعم المادة الرئيسية. لكن خلينا نقول اشي تاني، انه مثلا بدي اعمل لمناضه سكر وليمون، شك كانوا يقولوا عنه في سكر عشان ليمون حامض، طب كيف بدي اعمل؟ بعمل ليمون مع النعناع، تمام؟ النعناع فيه سكريات بسيطة، فبدي أروما وبدي حلاوة، هذه الحلاوة المعقولة اللي بتكسر حدة حموضة مين؟ الليمون، وبحل الموضوع. طبعا الليمون ممكن أضيفه لأي نوع من أنواع الورقيات، الجرجير، البقدونس، النعناع، حسب الكرفس، حسب الغرض اللي أنا بدي أشرب فيه. وإذا بدي أشرب بس للتمتع وللمزاج بحط النعناع وبضرب عصفورين بإيش بحجر، تمام؟ ففي حلول. الكيك وغيره من هذه المناسبات مثلا ممكن باستخدام التمر، الزبيب، مية ننقع في ماء، وهذا الماء بكون استخلص الحلاوة الطبيعية، وبإمكاني أن نستخدمها في الكيك، في أي نوع من الحلويات إذا بدنا نعمل حلويات إيش منزلية ما في مشكلة. كل يوم كل ساعة بدك تعمل حلويات؟ لا، تستخدم قطر في رمضان بدنا نعمل قطايف ما في مشكلة، تمام؟ اعمل من هذا الزبيب أو التمر أو هذا بيطلع عندك أحلى قطر، وبدي مذاق كمان جميل جدا وصحة أفيد بكثير من نجي نعمل قطر ستيفيا وقطر أسبرتام وقطر صرمية. مشكلة. نيجي للسبايسز. طبعا عالم السبايسز عالم رهيب جدا، وهذا العالم فيه فوائد لا تعد ولا تحصى. يعني تخيلوا الكركم سبايسز، الفلفل الأسمر سبايسز، البهارات سبايسز، تمام؟ في يعني أشكال وألوان اليوم، الريحان سبايسز، أغلب الفولاتايل أويلز هم سبايسز، وبالتالي إلهم فوائدهم كل حسب إيش موقعهم وهذا. طبعا تجمعهم صفة اللي هو إيش إنكريز الأبتايتس، لأنه هو بده الطعم والرائحة المميزة للطعام أو للطبق بحيث أنه تزيد الشهية وتمنحه شكل مناسب. عندنا
له بعض أشياء مميزة مثل الكركم. تمام، الكركم بنقول دائما رشة كركم على كل شيء، مش ضروري تغير اللون لأنها هي رشة، لكن وجود الكركم مع الفلفل الأسمر على سبيل المثال، واليوم أصبحت الصناعات الدوائية تصنع لنا هذا الشيء، تحط كركمين مع بيبرين. ليش؟ لأنه بيزيد امتصاص الكركمين، وبالتالي بتصير الفائدة إيش؟ أعظم وأحسن. عندنا الزنجبيل، الزنجبيل الطازج هو منكه، هو سبايسز جميل، وكان مزاجها الزنجبيل. إذا من الجميل أنه ننكه هذه الأطعمة بحيث أنها تكون محفزة للشهية. موضوع المشروبات طبعا هو الآخر، أصبح يعني عالم فظيع هو الآخر. طبعا المشروبات الغازية مشكلتنا فيها شيئين، الشيء الأول طبعا هو الصودا نفسها، والشيء الثاني هو طبعا المحليات الاصطناعية، الأسبرتام ولا ده، وما يضحكوا عليكم ويقول لك هذا زيرو وهذا لو وهذا بصر إيش، هذا كله عشان يضيعوا يغيروا اتجاه البوصلة عن الصودا اللي هي المشكلة الرئيسية في كل هذه المشروبات. تمام، طبعا اليوم بإمكاننا نعمل من العصائر عالم رهيب. زمان كان العصائر مقصورة على الليمون والبرتقال والجريب فروت، تمام؟ اليوم الجزر مع البرتقال، البابايا مع البرتقال، الأفوكادو مع الموز والحليب، وكل شيء يخطر في البال بإمكان أن نضيف له أو نخلطه ضمن منظومة العصير. بالعكس ممكن كمان إنه إيش، إنه نضيف بعض المكسرات عليه إنه يزيد من النكهة أو أي إذن منتج أو أي فاكهة تخطر في البال ممكن عمل عصير. اليوم وظيفة الخضروات، تستغربوا يمكن لما نقول نضيف السبانخ، نضيف السلق، تمام، نضيف الكيل، الكرنب المجعد، تمام، زيه زي أي إضافة. هذا يعتبر مشروب صحي، مشروب علاجي. لما يكون عندي نقص شديد في البوتاسيوم، من وين بدي أجيب البوتاسيوم؟ بدي خضروات. طب افرض بحبش السلطة، بحبش الكذا، هذا دواء، ما في دواء زاكي، تمام، فبدي اضطر اجمع اكبر قدر ممكن من هاي الخضروات الخضراء او الاوراق الخضراء. اسهل طريقة هو العصير، فبجيب كم من هذه الاوراق الخضراء مع الليمون عشان يكسر الطعم شوية مع الماء، وايش عملت الوصفة الشهيرة. تمام، اذا عالم المشروبات اليوم عالم كبير جدا. طبعا مشروبات عندي ساخنة، مشروبات باردة، كل شيء ساخن ممكن يتحول لبارد، في بعض البارد يتحول لساخن. مثلا عندنا عصير التفاح، عصير التفاح وعندنا مغلي التفاح، تمام، هذا كويس مثلا لا فاتي ليفر، هذا فات بيرنر، بيشيل الدهون عن الكبد، ايش بدي احنا من هيك؟ اذا في عندنا وصفات في البيفرج تعتبر ايش، وصفات علاجية، تمام، في هذا الموضوع. شفنا اليوم مثلا هي مغلي التفاح، شفنا موضوع الاوراق الخضراء ونقص البوتاسيوم، تخيلوا مرضى الضغط هم بحاجة لهذا البوتاسيوم. بالمقابل في تحذيرات، يعني مرضى الكلى على سبيل المثال مش لازم من البوتاسيوم، فهذه الاوراق الخضراء، هذه الانواع من العصائر يجب ايش ان تقدم. تمام، الشاي طبعا قصة لحاله الثاني قصة. عندنا أربع أنواع، كنا إحنا كلكم بتعرفوا إنه في عندنا نوعين من الشاي، اللي هو الشاي الأسود المعتاد والشاي الأخضر، ولكن الفرق بينهما هو في درجة التخمر، وهناك درجات أيضا من
احتواء هالكاميليا سينيزيس وانواعها واشكالها، في عنا البلاك تي، في عنا الاولونج تي، وعنا الجرين تي، وعنا اللي هو الوايت تي، الشاي الابيض. يعتبر اليوم الوايت تي هذا واحد من اروع انواع الشاي، علاجية بحتة للجهاز المناعة، يعني زولوها كوب بكوب يعني، تمام، رائع جدا جدا جدا. بتستخدم البادز منه، والأوراق موجودة عندنا في غزة، ومن أنواع الشاي الغالية بالمناسبة، مش رخيص، وكله يخضع لمين؟ للكاتيكينز. الكاتيكينز احنا شفناها في الفينوليكس وقديش لها أهمية، وكل ما زدنا في درجة التجفيف كل ما قلت هذه النسبة وزادت نسبة التانينز لما نلاقيها مليانة في البلاك تي. بلاك تي طبعا اللي بتدينا اللون الأحمر المشهور للشاي. هذا عن البيفرج. كما وعدناكم نختم اليوم الليكشر الأخير هو عن التوكسينز النيشر. طبعا التوكسينز في منها زي ما قلت قبل شوية، كل شيء في الدنيا له وجهين، في شيء مفيد وفي شيء ضار. وهذه التوكسينز برضو النيشر نفس الشيء، في عنا توكسينز من المشروم قاتلة، وفي عنا التوكسينز من البيز النحل علاجية، وعنا توكسينز من السناك اللي هي الثعابين علاجية ومنها قاتلة. إذا عالم التوكسينز هذا عالم يعني رهيب جدا. وننساش برضو التوكسينز المستخرجة من الضفادع، برضو هاي لها علاقة بالإدمان، تمام، ومشاكل إدمانية. يعني في كل جانب بنلاقي إن مجموعة من هاي التوكسين، منها ما هو نيرو توكسيك، منها ما شفنا على الدماغ، على البرين، على كل شيء. وإنه مشهور اللي هو زيت الخروع، وهذا تكلمنا عنه لما تكلمنا على فاميلي يوفورياسية فاميلي في الترايتر بينز، قلنا إنه هذه المجموعة الخروع إنه هذا يعتبر واحد من السموم، مش لازم إحنا ناخذه عن طريق الفم كثير. ومشهور عندنا الشربة، وحتى الشربة لما يستخدموها هي مخففة ويجيبوا له لمرة واحدة. ليش؟ لأنه هي فيها من السمية ما فيها، بالإضافة إنه البيورجاتيف أكشن تبعها القوي جدا، بيفقدنا العديد طبعا من المينرالز ومن الإلكترولايتس الكثيرة جدا. إذن عالم التوكسينز عالم مهم بدنا ننتبه له، لأنه في الخير وفي الشر. اليوم العلاج بلسع النحل يعتبر وسيلة من وسائل العلاج الرائعة جدا، دائما نوصي فيها أنها تكون بجانب أي طريقة أخرى علاجية سواء بالمكملات أو غيره. وهي لا شك وسيلة أو طريقة مساندة للعلاج أيا كان طبيعته ومحتوى، وهي تتبع لنفس الخريطة العصبية اللي بنحكي فيها عن الحجامة على سبيل المثال، بنفس النقاط العصبية. وكل عضو من جسم الإنسان كما تعلمون له نقطة في مقابلة في جسم الإنسان. هيك بنكون أنجزنا وأنهينا في هذا الفصل مجموعة كبيرة من المواضيع. بتمنى أنه نكون وصلنا لفائدة ليس فقط على المستوى الأكاديمي، وإنما على المستوى البحثي من ناحية، الصعيد الشخصي من ناحية أخرى، كيف نستفيد في حياتنا، كيف نستفيد من هذه الخيرات في المحيطة فينا. شفنا قبل قليل قديش
سبايسز على سبيل المثال، كيف بإمكاننا نستغلها، كيف نستغل المشروبات، كيف نستغل العصائر، كيف نستغل كل الفينولكس، الترايتربينز، الفولاتايل اويلز، حتى النيتروجين كومباوندز، كيف نحتاط منها وكيف نتعامل معها. كل هذه الأمور